أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للزقة التي توضع على الجسم أثناء الغسل فضيلة الشيخ، لا نستطيع نزع هذه اللصقات، فهل الوضوء صحيح؟ إذا وضعت اللصقة لحاجة لتحتها جرح وهو محتاج إليها لتمنع وصول المؤثرات على الجرح فلا بأس، يمسح عليها إذا تطهر من جنابة يمسح عليها، أو توضع وهي في أعضاء الوضوء يمسح عليها، ويكفي هذا عن غسل ما تحتها إلى أن يبرأ ما تحتها أو هو يستغني عنها، حينئذ يزيلها. نعم.